بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كان متوقعا، مجلس نواب السيسي أو برلمان السيسي وافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة خارج الحدود. أخيرا نال السيسي مراده في أن يستخدم الجيش المصري كيفما شاء، وأن يوجهه في المكان الذي يريد في معارك السيسي التي لا ناقة للشعب المصري فيها ولا جمل. عبد الفتاح السيسي الذي ضيع مياه نهر النيل، والذي ضيع تيران وصنافير، والذي ضيع كثير من يعني أمن مصر القومي، كان يعني شرق المتوسط، سيناء، كل ده ضيعه عبد الفتاح السيسي، وفي الآخر لا يمكن أن يكون حاميها حراميها، أي لا يمكن أن يكون عبد الفتاح السيسي هو المنقذ أو أن يكون جزء من الحل، بينما هو أصل السرطان وأصل المرض الذي ضرب الدولة المصرية ودمر الشعب المصري ودمر طموحات وثورة الشعب المصري التي اندلعت في يناير 2011، والتي وأدها عبد الفتاح السيسي بثورته المضادة في 3/7/2013. عبد الفتاح السيسي عاوز يعمل ايه؟ نشوف اولا ماذا قال برلمان عبد العال. دعا الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أعضاء المجلس للإنعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الاثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي، مكتوب هنا العربي، معرفش الغربي ولا العربي، إنما مكتوب هنا العربي، ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، عملا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس. يبقى اللي عارف المادة 152، مفيش حاجة اسمها تفويض السيسي، كلمة تفويض دي غير موجودة، واضح القرار بيتكلم عن إرسال عناصر وليس يعني إرسال الجيش أو خروج الجيش، واضح إن كلمة عناصر في مهام قتالية يعني بيدل على يعني التقييد والتقليل والتحجيم. يعني هل نجح مجلس الدفاع القومي في محاولة تقييد السيسي جزئيا؟ فرملته عبد الفتاح السيسي الذي رفض أن يقوم بنجدة حلفائه في الخليج لما قال لهم مسافة السكة وسابهم يغرقوا في اليمن ولم يساعد أحد، بل حتى ألفت في النظر أن هذا القرار واللي انعقد من أجل البرلمان كان يمكن بالمرة ياخد في طريقه موضوع سد النهضة، ياخد في طريقه موضوع الحدود الجنوبية، باعتبار أن هذا الأمر يخص المصريين، ويصبح حتى على الأقل السيسي لي منظر قدام الشعب المصري إن هو في الآخر خد يعني صلاحيات لإرسال مهام قتالية خارج الحدود، مش في الحدود الغربية بس، كان يمكن أن تكون في الحدود الغربية، ممكن تكون في الحدود الشمالية. يعني بمعنى أن السيسي نزع من هذا القرار أي عداء أو أي إشكالية تهدد مصر الشمال من جهة الكيان الصهيوني زي العسل، الحدود الجنوبية من جهة أثيوبيا لا مشكلة إطلاقا، ومياه نهر النيل يضيع، حصة مصر تنتهي، الشعب المصري يعطش، أو كل ده لم يهم عبد الفتاح السيسي. غرض السيسي معركة الصهاينة، غرض السيسي استخدام الجيش المصري في المكان الذي يريده الكيان الصهيوني وأسياده. يبقى إذن عبد الفتاح السيسي موجه، ولعلنا رأينا أن الإمارات
عندما تحدث بعض المسؤولين فيها أن الجيش المصري لابد أن يتحرك نحو ليبيا بعد ما هزم رجلهم هناك وهو حفتر الذي تكبد خسائر هزائم فادحة هناك في ليبيا، حفتر الذي يعني أصبح يعني فاقد الصلاحية تماما، فتم ركن حفتر على جنب وبدأ أسياده أو بدأ من كان يحركه كدمية يتدخلون في المشهد. عبد الفتاح السيسي وجدناه بيستدعي يعني بعض رجال القبائل، هؤلاء الذين يعني صدر بحقهم من الجهات الليبية الوطنية ما يفيد بأن ما ارتكبوه هي خيانة عظمى، ولا بد أن يتم جلبهم أمام المحاكم، وأن المدعي العام الليبي لابد أن يأخذ موقف حيال هؤلاء الذين استجابوا لعبد الفتاح السيسي. وحقيقة لنا تساؤل مهم، كيف لهؤلاء أن يجلبوا لليبيا استقرار من خلال عبد الفتاح السيسي ضارب الاستقرار؟ كيف يحافظوا عن أمن ليبيا القومي بينما فرط السيسي في الأمن القومي المصري، بينما دمر مصر ودمر طموحات وأحلام المصريين؟ حقيقة الأمور غاية في العجب، وده بيدفعنا في الآخر يعني استشراف المستقبل، ماذا بعد أن تم تفويض أو إصدار يعني قرار من مجلس الشعب في هذه الجلسة بأن السيسي يمكن أن يرسل قوات للقتال خارج البلاد؟ طب القوات اللي كان السيسي بيرسلها قبل هذا القرار، والجثث اللي كانت بترجع، والتوابيت اللي كانت بترجع من ليبيا ومن غيرها، هل الشعب المصري كان عارف عنها حاجة، ولا كان يقال أنهم قتلوا في كمين في سيناء بينما لا أحد يعرف أين قتلوا وكيف قتلوا؟ كل ده كانت يعني أمور غائبة عن الشعب. على الأقل أصبح الآن يعني يعني أولياء وذوي الضحايا حيبوا عارفين عنوان، يعني بمعنى لما أولادهم نسأل الله أن يعافي المصريين حد يحصل له حاجة، السيسي حيقول أنه كان في مهمة خارج البلاد ومات في الحدود الليبية أو داخل ليبيا. يعني السيسي مصر يورط الشعب المصري والدولة المصرية في أتون معارك لا ناقة لنا فيها ولا جمل. حضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين، وممدوح شاهين طبعا لسه عايش مساعد وزير الدفاع، وده اللي لسه فاضل للسيسي من المجلس العسكري. وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس برئاسة المنقلب السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية وما يمثل الذي هدد الناحية الغربية هي حماقات السيسي وتدخلات السيسي ودعمه لحفتر هناك ودعمه للقبائل، والتي رد عليها الرئيس الجزائري تبون أن هذا الأمر يعني مدخل لتقسيم ليبيا ولصوملة ليبيا، جعلها مثل الصومال في إشارة لما أصاب الصومال هناك عندما تنفذت القبائل هناك. وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يوما خذل الجيش ولا الجيش يوما خذل الشعب. لا، هذه المقولة في الحقيقة الشعب المصري له عتاب كبير على الجيش المصري، الشعب المصري له مآخذ كبيرة جدا على الجيش المصري، الجيش المصري الذي انقلب على المسار الديمقراطي، الجيش المصري الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب، الجيش المصري الذي يعني قام بمعركة ضد أبناء سيناء ويدمر ويهجر لصالح مصر صفقة القرن، الجيش المصري الذي تخاذل وسمح للسيسي الخائن بالتنازل عن جزيرتي طيران وصنافير، الجيش المصري الذي يرفض حتى الآن أن يتدخل من أجل شريان الحياة اللي هو نهر النيل. فالأمر محتاج تصليح، بيت الجيش المصري يحتاج إلى إصلاح داخلي. وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، ولكنها لا تقبل التعدي. الذي تعدى هو السيسي، والذي أجرم في حق الشعب الليبي هو السيسي، هذه حقيقة الأمر.
يعني وقد وافق المجلس بإجماع النواب، وحد كان يقدر يرفض في الجلسة التي دعا إليها عبد العال؟ ودي صورة لعبد العال ورجالته وهم بيصوتوا لصالح السيسي لكي يزج بأبناء مصر وجيش مصر في معارك لصالح الصهاينة لا علاقة لها بالأمن القومي المصري. لو أراد الأمن القومي المصري لكانت يعني مياه نهر النيل أولى، لكان عدم تدمير سيناء أولى، لكان عدم التنازل عن طيران وصنافير أولى. وحتى لو كان كده كان القرار ده على الأقل صدر يشتمل التهديدات الشمالية والجنوبية، مش حصرها حصرا وقصرا على أوامر بن زايد وأسياد السيسي الذين يوجهونه كيفما شاءوا. أتمنى أن تكون قد وصلت الفكرة لحضراتكم، وأن توافون بآرائكم واقتراحاتكم، وأن تسجلوا إعجابكم بالفيديو ليصل لغيركم، وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.